هكذا هو حال الأسواق الجزائرية بحلول الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بين نسوة يحضرن لحلوى العيد وملابس أطفالهن، والتجار يغتنمون الفرصة لكسب المزيد من المال. لاني باسي بتلحق لي حتى 3000 دينار، مي سنا سي بلوس. سنا سا سا يطلع لك حتى 900 دينار، والله ما ديري يعني حاجة بالطبع. اللوز راهو 220000، الكاوكاو راهو 65000. يطلع كلش غالية، بدير لي كاطو ساك وندير لختي حلوة الطابع تاعنا تاع زمان، ولا درت ندير سنيوة بقلاوة. هذا ما كان. باللوز سي نورمال، رطي اللوز وانتي درتي سنيوة بالطبع. C'est ça, on achète rtal, nsrtal pour faire quelques gâteaux, c'est pas beaucoup comme d'habitude. زمان كان اللوز 30000 الكيلو 40000. Oh, ça 2000 dinars, 2200, 2100, c'est trop, c'est trop. J'ai rtal اللوز, rtal اللوز باش يديروا لنا حبيبات مقروط، حبيبات شعرك وخلاص. يقسموا شويه شويه. فوالا سي سا، هذا ما كان. غلاء أسعار مستلزمات الحلويات جعل العائلات الجزائرية تستغني عن الكثير من أنواع الحلوى التي طالما تعودوا عليها، ما جعل التجار يشتكون من قلة البيع والإقبال. هذا العام طلعت قاع، طلعت كل اللوز الكاوكاو قاع طلعوا، ما ينجموش مساكن، الله غالب عليهم. باش يدير خبزة قطايف راه تجي غالية قاع. فهمتي كيفاش؟ اللوز 200000 سي طرو شهر بزاف، والجوز كان سي طرو شهر بزاف بزاف. هاي كيفاش؟ والناس راهي تعاني مساكن، الله غالب عليهم، وحنا الله غالب علينا. حنا كان راني نشري فيه في السمار غالي. ما شاو يشري، وشاو يشري، ما شاو يشري، كاش شريها كاع. تبقى حلوى العيد من العادات والتقاليد الجزائرية التي لا يمكن للعائلات الاستغناء عنها، فهي النكهة الخاصة وبها تتزين الموائد الجزائرية، ففرحة العيد لا تكتمل إلا بها.